السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير. في واحد توفي وبعدين ودوه المسجد عشان يصلون عليه. دخل الإمام إلى المسجد وجاء ووقف عشان يكبر على الجنازة ملفوفة قدامه في كفنها. لكن الإمام قبل ما يصلي عليه التفت إلى الناس إلى المأمومين وسألهم سؤالا يختص بهذا الميت. تستغربون من السؤال اللي الإمام سأل المأمومين عنه؟ تدرون سأله عن الوضع المادي للميت. قال لهم هذا الميت عليه دين؟ قالوا نعم عليه دين، عليه ديناران. فأعرض عنه وقال صلوا على ميتك. فتقدم واحد من المأمومين مباشرة إلى هذا الإمام وقال الديناران علي، أنا بسددها. فكبر وصلى عليه. إيش القصة؟ طيب خذوا القصة الآن تفصيلا. هذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان يحذر أصحابه دائما من الدين وعدم الاستدانة، وبلغ من شدة تحذيره عليه الصلاة والسلام لهم أنه قدمت بين يديه جنازة فسأل قال هل عليه دين؟ قالوا نعم. فلأجل أن يحذرهم من أن يموت أحدهم وهو عليه دين قال صلوا على صاحبكم، يعني تقدم يا أبو بكر ولا عمر وصلوا عليه، بمعنى أنني لن أتولى الإمامة والدعاء لرجل تساهل حتى مات عليه دين، أنتم صلوا عليه. عندها قال أبو قتادة يا رسول الله، قال يا رسول الله ديناراني علي، أنا اللي مسؤول، أنا بسددها. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه. هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام في أوائل الإسلام، ثم لما وسع الله على المسلمين صار عليه الصلاة والسلام هو نفسه يسدد عمن يموت عليه دين. مع الأسف تساهل الناس اليوم بالدين أصبح كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال يا رسول الله هل يغفر للشهيد كل شيء؟ قال نعم. فلما أدبر ناداه، قال له عليه الصلاة والسلام لما ناداه قال يغفر له كل شيء إلا الدين، أخبرني بها جبريل آنفا. شوف كيف موضوع الدين كيف أن أمره عظيم. ولذلك تساهل الناس اليوم، واحد يقول لفلان معك 10 ريال وهذا معك 100 ريال وهذا، فيجمع من هنا ومن هنا حتى يلقى الله وعليه ديون كثيرة.